السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة أبو يالا. اليوم موضوع حلقتنا عن الغش التجاري. ليس جديدا على التجار العرب بشكل خاص وعلى التجار في كل أنحاء العالم بشكل عام أن يقوموا بغش تجاري للحصول على أكبر منفعة وربح مهما كانت الأثمان. اليوم بدنا نفرجيكم المخدة، نفرجيكم كيف غشوها. أحد الشباب سمع إنه بيحشوا جوا المخدة مخلفات، ملابس قديمة، أواعي نسائية، مخلفات نفايات، قمامة ذكية. نحضر الفيديو. زي ما انتم شايفين ما حدا متوقع انه يكون جوا هاي الا قطن صناعي او قطن طبيعي او قماش اي شيء، بس لكن يكون جوات المخلفات، هذا الامر بصراحة ما مرش علي. بلش يفتح فيها، طبعا هاي بقعد عليها الشيوخ، والشيوخ لما يعرفوا ايش بقعدوا راح يتضايقوا. هاي طلع نشوف شو بده يطلع. ملابس نسائية، في زنجبيل، جرابة ولد صغير، شلحت ولد عمره شهر، بطانية ختيارة، بفتح ده يتمعن شو جواته. ما الذي بداخلك يا حبيبي؟ ما هذا؟ اسفنج ماكلها فيران، صوف صناعي، جاعد غنم، يعني بصراحة الاشي مقرف. هاي المخلفات بتسوي امراض للناس، والناس بتنام عليها لهاي المخدة للأسف. ما في أي رادع لهذول الأشخاص، لا رادع إيماني ولا ديني ولا أخلاقي. لا حول ولا قوة إلا بالله. كان معكم أخوكم أبو يانا، نراكم في حلقة قادمة. يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب وفولو. تحياتي.